السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين والله قريبين. خلاص يعني ان شاء الله هالمقطع مقطع شاطح على القناة تقريبا. يعني انا كالعادة انزل لقطات، بس هالمرة انزل كيف امنتج اللقطة واللقطة عشان تشوفون انا كيف. ما اتعب، لا انا ما اتعب، بس يعني شوفوا شيك شيك وربي. هذا شوف صراحة انا طولت عليه شويتين لاني ما كنت يعني اعرف اسوي الحركة هذه. كنت دائما لو تشوف لقطات اللي قبل بالدائرة ما اسوي الحركة هذه. يعني طبعا هذا يسمونه كاميرا تريكر، يعني تتبع الكاميرا حق المقطع نفسه. طبعا هذا ما هو شرح بس فلسفة، يعني اتفلسف عليكم شويتين. فلو تروح هنا يب هذا شوف، او لو اي هذا ها شوف اسحب امه هنا خلاص. شوف لو ابدا شوف كيف يعني يتحرك معي. شوف اسحبه هنا ابغى يكون هنا عندي ها في الواجهة ويدخل فيه. فهمتوا كيف؟ بس انا الحين خبصت ام هذا. شوف هو اصلا المقطع كذا فهمته، بس انا اعطيتها الحواف عشان يبان. ها نسوي تراجع يب كذا، لا لا يب كذا خلاص عشان الحواف يبان. هذا هو نفس الحواف، خالص انا عارف الناس احمر وخايس بس حوافي. وهذا نفس الحواف اسويه هنا ومنتجه ومدري وخليه صغير يبدا معاه طبعا ايش هو الفكرة اني الماب هذا نفسه اشوف اصوره كاخضر عشان لو في المونتاج لو شوف لو اخضر ما هو موجود شوف ايش بيصير. يعني شوف اخفيه ها، يعني تصير الكورة كذا، يعني تصير الكورة يعني غريبة. ها مش حتى مع السيارة هنا ها لو تشوفون هنا ها يعني ما هي مزبوطة. لو اخلي الاخضر هذا وابعد الحواف حقه شوف يخلي كأن الكورة تدخل جوا يعني صدق فعلا. وبس يعني فلسفة، بس يعني اتفلسف عليكم دقيقتين بس اعطوني وجه. وبس يعني يلا شوفوا المقطع. أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صدر وترجو رحمة تسري بعشر. وبس كان هذا نهاية المقطع. لا تنسى الاشتراك واللايك. السلام عليكم.